في رحلة بحث مع سفيرة السماء القديسة العذراء مريم وصلنا لليونان، وتحديداً هناخد المركب اللي حضراتكم شايفينها دي اللي بتبحر على مدار 4 ساعات عشان نوصل لجزيرة من أجمل الجزر هنا في اليونان، هي جزيرة تينوس. لكن الحقيقة هي مش مجرد جزيرة جميلة ولا مبانيها فيها عراقة وقديمة، لكن كمان هي من أهم المعالم السياحية والدينية اللي موجودة هنا في اليونان، وده لوجود أيقونة للعذراء ليها قصة وحكاية ومعجزات وأعجيب هنسمعها مع بعض النهاردة. خليكم معانا بعد 4 ساعات لما نوصل لجزيرة تينوس. وصلنا دلوقتي من أثينا عاصمة اليونان لجزيرة تينوس، ودي من الجزر الأكثر من رائعة اللي موجودة هنا، ليها طابع خاص من الهدوء ومن العمارة القديمة البسيطة. وإحنا لسه مستمرين معاكم في رحلة البحث عن رسائل سفيرة السماء القديسة العذراء مريم. هننزل لجزيرة تينوس، هنشوف وهنسمع كتير من القصص والمعجزات، هتشوفوا معانا حاجات جميلة وهتسمعوا رسائل كمان أجمل. خليكم معانا. بساطة قلوب الناس اللي موجودة هنا ومن محبتهم للعذراء وثقتهم في محبة العذراء ليهم وإنها هتستجيب وتتشفع فيهم في محل من المحلات أو البازارات اللي موجودة في المكان هنا جنب الكنيسة. الكاميرا هتجيب لكم الأشكال اللي موجودة على القطع المعدنية دي، ودي حكايتها ببساطة شديدة جدا إنها بتعبر عن راجل، ست، أطفال، إيد، رجل. الحاجات اللي موجودة دي كل واحد بيشوف إيه مشكلته وياخد الحاجة اللي بتمثل المشكلة بتاعته ويروح يوديها عند أيقونة عذراء البشارة. يمكن كتير بيبقى عندنا طلب أو مشكلة لكن دموعنا بتسبقنا ومنبقاش عارفين نعبر عن اللي جوانا ولا نقول إحنا محتاجين إيه، وبنقول ربنا شايف وربنا عالم اللي جوه قلوبنا. هو ده بالظبط اللي الناس بتعمله. لو واحدة عندها مشكلة مع زوجها بتاخد القلب وصورة الراجل أو الزوج، والعكس تماما لو الزوجة والقلب، لو في مشكلة تخص الأطفال أو طلبة تخص الأطفال، لو مشكلة في أي جزء أو عضو من أعضاء الجسم، لو حد ربنا مش مديله أطفال بياخد الصورة، مجرد أن يحطها عند أيقونة العذراء ويمشي بيبقى واثق وعارف أن طلبته اتحققت. وصلنا في جزيرة تينوس للكنيسة اللي احنا قطعنا عشانها مسافات طويلة عشان نوصلها. الكنيسة اللي ورانا دي على اسم القديسة العذراء مريم واسمها كنيسة العذراء المبشرة، لان فيها ايقونة ليها حكايات كتير جدا اسمها ايقونة البشارة او ايقونة العذراء المبشرة. لكن احنا حبينا نبتدي معاكم من هنا قبل ما نوصل الكنيسة لسببين. اول سبب ان الناس بتقف هنا عشان تشتري الشمع اللي احنا شايفينه ده عشان تروح تولعه قدام أيقونة عذراء البشارة. السبب الثاني وده الغريب انه الممشى اللي احنا شايفينه على جنب ده معمول مخصوص لكل واحد او واحدة كان ليهم طلبة عند العذراء ونظروا انه لو الطلبة دي اتحققت بييجوا يمشوا على ركبهم من الطريق من اوله هنا لغاية لما يوصلوا الكنيسة. ويمكن كمان في ناس بتيجي تمشي عشان تطلب من ربنا يحقق لها الطلبة، يعني من قبل ما تتحقق بيمشوا الطريق ده. الحقيقة إيمان غريب وإيمان عجيب زي ما احنا شايفينه كده، وفرحة ومحبة للعذراء ما بيعرفوش يعبروا عنها غير بأبسط الأمور، لو ما يمتلكوش أي حاجة غير إنهم يمشوا
على ركبهم. خليكم معانا لغاية ما نوصل لكنيسة العذراء المبشرة.